طيب استاذ عصام، كنا بنتكلم على جمهور الاهلي قبل ما نطلع فاصل، وقلنا وقتها جاني انفانتينو اشاد بجمهور الاهلي وان الاهلي في الدوحه صنع الحدث وعمل حاله في البطوله، لكن في هذه البطوله مع حضور الجماهير في ملعب النهيان هو جاسع حوالي 15,000 متفرج، لكن الملعب بنسبه 80-90% هتبقى تذاكر، لان يبقى في مساحات بس محدده مفتوح مقفوله بسبب الموضوع الكورونا صح. هل تتوقع الحضور الجماهيري بنفس الشكل في المباريات الثانيه، ولا هتبقى مباراه الاهلي بس هي الحاله الاستثنائيه؟ اعتقد الاهلي والجزيره الاماراتي والهلال السعودي. والهلال السعودي طبعا دول مجلس التعاون الخليجي قريبه جدا من بعض، والهلال وراه برضو جمهور كبير يعني. فدي المباريات اللي هتكون جاذبه يعني، لغايه ما يجي تشيلسي اكيد الناس هتبقى حريصه. خلي بالك دوله الامارات بكل مدنها يعني ما شاء الله بتعج بجنسيات عده يعني، اكيد هيبقى برضو بالنسبه لهم بطل افريقيا حاله وبطل اوروبا تشيلسي يعني، لا هيكون في حضور جماهيري مطمئن جدا يعني. طيب استاذ اوسي، لكن الاهلي بس هيبقى طاغي لانه تقريبا باع وخلصنا يعني، تذاكره خلصانه ما شاء الله. الاهلي هيبقى فرق كتير جدا يعني، هيبقى جمهوره موجود وجمهوره واضح وجمهوره مؤثر. طبعا زي ما انت حضرتك ان في قرب بين دول المجلس بين السعوديه ويقدروا يجوا بالعربيات، لكن في النهايه جمهور نادي الاهلي المتواجد مقيم. هناك مقيم في ابو ظبي، اشترى وخلص. اعتقد ان ده هيكون ليه بصمه كبيره جدا على البطوله بشكل كبير. في كلام عن فتح الشراء في بقيه اماكن الملعب لو بقى تذاكر على اساس التسويق يزيد للجمهور اللي عايز يعني، الاهلي وفلان لو في مخصص للفريق الاخر ما خلصش هيفتحوا للحجز الجمهور الاهلي.